بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعة؟ طبعا ده فيديو بقالي شهور يمكن ما عملت لكم فيديوهات. النهاردة جاي لكم بحاجة جديدة يا جماعة. الحاجة دي دلوقتي طبعا على سوق.com، على المواقع بتاعت المشتريات، وحتى في الهايبر ماركت، وفي الاماكن. الحاجة دي دلوقتي بقت عليها اقبال غريب الشكل، وبدأت تدخل العالم بتاعنا واحدة واحدة كده يا جماعة. لما بنتكلم عن الكوفي ماشين، يا جماعة برضو بنحط في اعتبارنا اكتر من حاجة. طبعا انا النهاردة هعمل لكم استعراض للفاجور دي. دي اسمها كول بوب، دي عبارة عن كوفي ماشين. الكوفي ماشين دي الساعة بتاعتها لتر واربعة من عشرة، يعني تكفي تقريبا معانا سبع او تمن كوبايات. ده خزان المية بتاعها. ثواني كده نستعرضوها مع بعض. وعلى فكرة احنا هنستعرضه برضو مع بعض التانية، اللي هي ال 3A AAA، تمام. وهنستعرضه مع بعض الديلونجي. هنستعرضه التلات موديلات، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا طبعا يا جماعة دي الصفاية بتاعت المية، تمام. ده درج الصفاية بتاعت المية. هنا ده الوحدة بتاعت البخار اللي بتستخدم، اللي بنستخدموها عشان تعمل الكابتشينو او تبخر الحليب بمعنى صح بلغة بتوع القهوة. وده الدراع اللي هو بيديك القهوة. طبعا طالما في فتحتين كده يبقى ده دبل شوت. طبعا بيبقى فيه قطعتين زي اللي قدامكم دي، القطعة اللي عليها معلقتين دي دبل شوت. دبل شوت دي بمعنى صح يعني فنجانين، تمام. طبعا القطعة دي بتكون طبعا يا جماعة بتكون بالشكل اللي احنا شايفينه ده. القطعة دي بتتكبس في دي، عفوا على التصوير بس الكاميرا مش ظابطة معايا النهاردة. دي بتتكبس في دي يا جماعة، وبعدين البن بيتحط هنا، وبعدين دي بدورها بتركب هنا، في المكان المخصص ليها، وبعدين بتتلف بالشكل ده، تمام. وعندنا اختيارات في اي ماكينة دبل شوت، اذا كان الدبل شوت اللي هي شكل الفنجالين، ولا اذا كان السنجل شوت اللي هو شكل فنجال واحد. وطبعا لو اعتبرنا ان ده هنا كده الفنجان، تمام، هنلاقي بتنزل القهوة من الفتحتين دول يا جماعة. طبعا احنا عندنا حاجة في كل الماكينات هنستعرضوها سوا، اللي هو الطول، طول الكوباية اللي انا متاح لي احطها، او طول الفنجان. طبعا هنا يا جماعة احنا لو شلنا الصفاية، تمام، وحطينا الكوباية، شفتوا المساحة بقت قد ايه؟ يعني ممكن تاخد كوباية لحد الارتفاع ده، تمام. ده مبدئيا كده يا جماعة. هندخله تاني الصفاية مكانها، نكمله استعراض لبقية مكونات المكنة. ده يا جماعة الدراع بتاع، ده دراع البخار يا جماعة. تعالوا بقى نفتحوا الصندوق. بسم الله، شوفوا ايه اللي جوه الصندوق. طبعا ده مكان لو هنحطوا فيه القطعة بتاعت السنجل شوت او الدبل شوت. وهنا ده تانك المية. طبعا زي ما قلنا دي الساعة بتاعتها انها بتتسع لساعة معينة، وكل ماكينة لها ساعة معينة. في ماكينات من اول 240 ملي مية، لحد ماكينات معانا لتر و600 ملي مية. غير بقى الماكينات التانية اللي هي البروفيشنال اللي بتبقى موجودة في الكافيهات والاماكن دي، بتبقى دي تقريبا معانا حاجات لحد محطوط معانا، انا لحد ما اتذكر يعني انا شفت اكتر حاجة شفتها كانت 2 لتر و600. جايز في اكيد اكتر من كده اللي هي بيبقى معاها الوحدات بتاعتها، تمام. طبعا هنا يا جماعه القطعه اللي فوق دي، مش هباء في اي ماكينه. القطعه دي بتكون عشان الفناجين او الكوبايات بتتحط بالشكل ده،
عشان بتاخد حرارة الماكينة في الأول، بحيث إن أنا لما أحط الكوباية أو الفنجان بالشكل ده عشان أخد القهوة بتاعتي، تمام، بتكون الحرارة بتاعته اتظبطت على الوضع اللي احنا كنا فيه، بحيث ما ينزلوش حرارة عادية يبقى لا قدر الله البتاع ده ينكسر. تمام، هنشوف معاكم دلوقتي يا جماعة سريعا عشان احنا نشوفوا كل مكنة في الثلاث ماكينات هتعمل ايه، فنجربوا الاول سريعا يا جماعة. دلوقتي احنا هنا بس نتأكدوا ان المية ما هيش تحت المينيموم كده، طبعا المية فوق المينيموم، تمام، ونبدأوا ازاي نعمله كابتشينو. طبعا الكابتشينو يسبقه ان احنا لازم نعمله سبريسو. سبريسو ده اللي هو اللي بنبدأه بيه، يعني المادة الخام للكابتشينو، القهوة بالبلدي كده اللي بيتعمل بيها الكابتشينو، السائل اللي بيتحط عليه اللبن ويبقى كابتشينو. تمام، بنبدأ يا جماعة بالدراع، ثانية واحدة معايا في التصوير وارجع لكم تاني. طبعا يا جماعة نخلوا بالنا ان البن يكون الطحنة بتاعته طحنة سبريسو، والبن كمان يكون بن سبريسو. طبعا بيكون في يد زي دي بتيجي مع اي ماكينة، تمام، بناخد تقريبا مغرفتين من البن بتاعنا اللي هو طحنته من 3 لـ 9، من 7 لـ 9، اللي هي طحنة سبريسو معروفة في كل محلات ومطاحن البن، لان لو حطينا بن بطحنة مختلفة عن الطحنة دي هيبقى للأسف المكنة مش هيبقى شغلها كويس ومش هتديك المطلوب منها. يعني من الآخر يبقى أنت كنت ريحت دماغك وجبت باكت كابتشينو جاهز وعملت الكابتشينو بشوية مية سخنة وخلاص من الكاتل وكده. فاحنا نبدأ يا جماعة معانا بسم الله الرحمن الرحيم الباور. طبعا الماكينة أول حاجة بتعملها إنها بتاخد وضع الستاند باي. طبعا السيتنج بتاع كل ماكينه من الثلاث ماكينات هنراجعوه سوا تبعا للي هيطلب مني او اللي هيبعت لي ايميلات او اللي يتواصل معايا على الحساب الخاص بتاعي او يبعت لي تعليقات هنا في القناه انكم عايزين مكنه معينه تتكلموا على السيتنج بتاعها هنتكلموا عليه. بس هنا انا بعرض لكم بشكل عام الماكينات، فكره عملها ايه وازاي نوصل لكوبايه السبريسو، كوبايه قهوه، كوبايه كابتشينو، كوبايه لاتيه بكل بساطة يا جماعة. بصوا يا جماعة كده انا حطيت هنا مقدار مغرفتين من البن، وبنبدأ بالمكبس، وده من اهم حاجة، تكاية زي ما الشيف حسن بيقول، التركاية بتاعت الموضوع هو كبس القهوة. ان فكرة عمل الماكينات دي اصلا يا جماعة الضغط، ضغط الهواء، ضغط المية، تمام، فبيكون اهم شيء ضغط القهوة او البن بمعنى اصح لحد دلوقتي ده بن، ضغط البن في المكان بتاعه. ثانية واحدة وارجع لكم يا جماعة. لو خدتوا بالكم يا جماعة دلوقتي بعد ما ضغطت البن جوه اليد بتاعت الماكينة، طبعا اتأكدنا ان الماكينة ستاند باي دلوقتي جاهزة والمية سخنت، ماكينة جاهزة دلوقتي للعمل معانا. اهم حاجة قلنا ضغط البن كويس جوه الايه، جوه اليد بتاعت الماكينة، ونقول بسم الله نركب اليد وارجع لكم تاني. طبعا يا جماعة لضمان ان انت المكنة بتاعتك تعيش اطول فترة مهما كان ماركة المكنة دي ايه، تستعمل مية معدنية او مية مفلترة فلتر على الاقل 5 مراحل فما اعلى، يعني عشان تضمن الماكينة بتاعتك بكل أجزائها تعيش معاك إن شاء الله أطول وقت ممكن يا جماعة. وعلى فكرة هتلاقوا الفيديو مدعم باللينكات بتاعت شراء المكنة، بالأسعار بتاعت الماكينات، باللينكات بتاعت المواصفات التفصيلية لكل الماكينات، قصدي الثلاث ماكينات طبعا اللي هنتكلموا عليهم واللي هيكون فيهم فيديوهاتنا إن شاء الله. طبعا يا جماعة برضو بالنسبة للكابتشينو ركزوا معايا على موضوع الحليب. الحليب يكون حليب المياه المعدنية، والحليب يكون حليب كامل الدسم، حليب كامل الدسم، وأهم شيء إن الحليب يكون في التلاجة قبل ما نكونوا شغالين إن شاء الله. تمام، أنا بنستخدم بنتكلم دلوقتي في تريكات، كل التريكات دي بتضمن لك إنك تطلع كوباية كابتشينو أو كوباية لاتيه زي اللي أنت بتروح بتدفع فيها 25 جنيه و35 جنيه، وبعض الأماكن
بتدفع فيها تقريبا 75 جنيه و85، وفي اماكن تانية طبعا 5 نجوم و7 نجوم بيتدفع فيها بال120 جنيه وال170 وال180 غير الضريبة والخدمة والكلام ده كله. فانا معاكم ببساطة بنوريكم على اي ماكينة من التلاتة ازاي نطلعوا كوباية كابتشينو او كوباية لاتيه فعلا مظبوطة بمعنى كلمة مظبوطة. نقوله بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة، وطبعا المفروض انا بندوس على السنجل شوت عشان ده كابتشينو. كابتشينو بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن 40 ملي سبريسو، تمام، اللي هي القهوة المركزة، تمام، وبيكون عبارة عن 160 ملي حليب مبخر، تمام. دلوقتي هنقوله بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا كده يا جماعة، قلنا بسم الله، الماكينة بتاعتنا شغالة. يبدأ ينزل معانا الاسبريسو، طبعا يا جماعة الريحة متقولش لعدوك عليها، يعني بالنسبة للجماعة اللي قال عليهم كيفة القهوة يعني. ده يا جماعة لو اتشرب كده بس ده الاسبريسو. طبعا احنا بنعمله دلوقتي الكابتشينو، هنشوفوا الخطوة اللي بعد كده ايه عشان نبخره الحليب ونعمله الكابتشينو من خلال الماكينة بتاعتنا. لو افترضنا يا جماعة ان انا هعمل لكم الكابتشينو في الكوباية دي عشان يبان قدامكم الطبقات بتاعتنا، وطبعا هيكون معانا أداة زي دي عشان نبخره فيها اللبن اللي هنعمله بيه الكابتشينو. طبعا يفضل عشان انت تحافظ على الرغوة بتاعت الكابتشينو انك بتعمل عملية تحلية للسبريسو قبل ما بتدخل اللبن بتاعك، قبل ما بتضيف اللبن بتاعك، قبل ما بتفوق ما ت... يعني تعمل عملية تبخير اللبن وتضيفه ويبقى كابتشينو، فانت بتحلي الاسبريسو الاول عشان تحافظ على الرغوة باكبر قدر ممكن. بالنسبة يا جماعة لخطوة تبخير اللبن في اي ماكينة ايا كانت نوعها ايه ماركتها ايه، لازم الاول نزله من الفتحة دي اي متعلق مية او رواسب فيها زي ما انتوا شايفين. اول ما شغل بصوا كل دي المية دي كلها، عايز كابتشينو صح، عايز لاتيه صح، تعمل الخطوات الصح ان شاء الله هتوصل لكل الكلام. اي مية فاضية يبقى عندنا بخار بس. دلوقتي عبارة عن بخار صافي اللي طالع ده، بخار صافي. شوف بيطير المية تحت ازاي. بصوا يا جماعة اللبن محطوط في الأداة لحد فين، أو في الكنكة بمعنى صح لحد فين، تمام. طبعا عملية التبخير هتتم بالدراع ده. طبعا أنا عشان التصوير هحاول على قد ما أقدر أبخر وأنا معاكم. ثواني يا جماعة. بصوا يا جماعة كده التبخير بدأ، ركزوا معايا ايه اللي هيحصل للبن. لازم تبقى حاسس درجة حرارة اللبن، لازم اللبن ده ما يغليش عشان تحصل على البخار اللي انت عايزه يعمل الكابتشينو واللاتيه الصح. ثواني معايا يا جماعة. طبعا دي كمية اللبن بعد ما عملنا له عملية تبخير. طبعا الفوم اللي جوه ده مش هو بس اللي هنستخدمه، لا انا هعمل لكم كمان طبقة فوم تانية، تشوفونا هنوصله لفين ان شاء الله. كده هنضيفه للسبريسو على اللبن بتاعنا. طبعا زي ما انتوا شايفين دلوقتي انا ضفت للسبريسو على اللبن المبخر بتاعنا، بالتالي طلع الفوم لفوق زي ما انتوا شايفين كده، وبقيته كابتشينو. كابتشينو يا جماعة، كابتشينو، تمام.
لسه بقى هوريكم لما ابخر كمان كمية لبن واكمل الكوباية، عشان اوريكم بالظبط الطبقات بتاعة الكابتشينو بتاعنا هيبقى عامل ازاي. نبخروا كمية كمان يا جماعة هنا من اللبن. أهم شيء زي ما اتفقنا ما يوصلش لدرجة حرارة الغليان. شايفين كده يا جماعة؟ ده الكابتشينو يا جماعة اللي احنا بنروحه أشهر الكافيهات وأكبر الكافيهات عشان نشربوه، وطبعا ما بنبقوش عارفين هناك عصاية التبخير دي منظفينها ازاي ولا عاملينها بقماشة ولا بفوطة عاملة ازاي ولا الكلام ده كله، لكن هنا انت في بيتك واثق انت بتعمل ايه بالظبط. اي ماكينة ايا كانت في التلاتة او حتى غيرهم بتبقى عارف انت بتنظف حاجتك ازاي، واثق من نظافة حاجتك ازاي، فبالتالي بيطلع حاجة ان شاء الله بتكون صحية 100% قبل اي شيء. دي كمية الفوم يا جماعة، طبعا باينة قدامكم عاملة ازاي. بصوا يا جماعة احنا هنعمله النهاردة بالمكنة دي لونجي، ماكينة الاسبريسو دي لونجي، هنعمله النهاردة القهوة بيها وهتشوفوها ان شاء الله معانا، وهتشوفوا وضع التبخير الحليب. عفوا يعني التصوير المرة دي الجودة بتاعته مش قوي يعني، تمام. يعني لو حاولتوا تشوفوا كده، بصوا دي المكنة، ولو شفتوا الفيديو اللي الرابط بتاعه هيظهر قدامكم دلوقتي، ده فيديو المكنات اللي عملت لها ريفيو قبل كده. احنا دلوقتي عايزين نبدأ في ان احنا نشغل المكنة لعمل الاسبريسو، تمام. ثواني بقى انتظروا معايا. طبعا من اهم حاجة في الموضوع الايه، الهاند دي، الهاند دي فيها ده اسمه دبل شوت، اللي بيبقى كبير كده والكاوتشة بتاعته كبيرة، ده يعمل تقريبا 2 إلى 3 كابتشينو او لاتيه، او 2 سوبر اسبريسو اللي هو اسبريسو بحجم مثلا 150 ملي او 200 ملي جامبو، يعني كبير زي قهوة دوبل كده، تمام. هنبدأ نملأ دي بالبن، وبعدين الاول بسم الله بعد ما بلينا جهاز المية، تمام، هنبدأه الباور عندنا بيبدأ باللمبة الخضراء دي. اللمبة الخضراء دي يا جماعة مجرد ما اللمض التانية تقيد زيها اخضر يبقى الجهاز كده ريدي تو بلاي بالانجليزي اهو بالظبط. شايفين يا جماعة؟ عوزنا نشغله كاسبريسو هندوس على الزرار اللي هو ده، عوزنا نشغله كتبخير لعمل الفوم الزرار اللي هو ده، لعمل الفوم اللي هو بتاع اللاتيه والكابتشينو وكده، تمام. ده الزرار ده بقى اللي بيشغل امريكان كوفي ماشين، دي حاجة زي ماكينة نسكافيه ملحقة بالجهاز، وده من مميزاته في الفئة السعرية دي. كده يا جماعة على فكرة ادت أول نور إن هي جاهزة لإنها تعمل السبريسو، تمام. المفروض تاخد ريدي بإن المكنة بالكامل سخنت وجاهزة، تمام. ثواني وهرجع لكم عبال ما نعبي الدبل شوت بتاعكم ده. بصوا يا جماعة أهم شيء في الموضوع برضو بنيجوا هنا في التبخير، عايزين ننزله أي مية زيادة، اي مية زيادة موجودة قبل ما نشتغل، نكونوا متأكدين طبعا ان احنا منظفين مكان العصاية هنا مكان ما تدخل البروب بتاع الاسبريسو، نكون متأكدين منظفينه بفوطة نظيفة، كل الكلام ده متظبط والمية الزيادة دي متشالة. حضروا كل حاجة في الماكينة ونعبوا القهوة دلوقتي. تمام، نشيل وضع التبخير، المفروض هو ريدي كده، مش عارف الفلاش معلق معايا يا جماعة، فمش عارف بصراحة اظبط لكم الفيديو، معلش انا اسف. تمام، ده اليد معايا كده ظبطت البن وكبسته زي ما انتوا عارفين، طبعا ده بن السبريسو الطحنة بتاعته متوسطة، تمام. هنركبوه دلوقتي ونشوفه معاكم الخطوات. نقوله بقى بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ الجهاز يجيب معانا، نشغلوه نعمل الاسبريسو، اختاروا الاختيار بتاع الاسبريسو ده.
نستنوا عليها شوية يا جماعة عشان الأنوار مش جاهزة ومنها الوش يتظبط معانا شوية. ده اللي عايز يشرب الاسبريسو بقى ايه سك كده من غير لا لاتيه ولا كابتشينو ولا اي اضافات لبن ولا كريمر ولا حاجة. العلامتين الحمر اللي تحت دول يا جماعة لو خدتوا بالكم دي لما الفايز بتاع المية اللي تحت درج المية ده يتملي مية دول بيبدأوا يطلعوا فوق يعملوا لنا كعلامة حمراء عشان ينبهونا ان الدرج ده عايز يتنظف. بس هو الطبيعي اللي انا بنعمله ان اول باول كده بننظف بحيث ان مفيش اي حاجة تعمل ترسبات او حاجة زي كده. كده لسه برضه ما ادتناش الاشارة انها ريدي عشان ناخد احسن ضغط. كده ادتنا الاشارة بسم الله. بصوا يا جماعة بصوا ما بتنزل بالضغط المظبوط بقى، شفتوا فرق الرغوة قد ايه؟ كل ده في شوت كابتشينو شوت اسبريسو واحد بس هيبقى اساس دلوقتي لكوبايتين لاتيه هتشوفوا بنفسه. بصوا يا جماعة احنا هنحاول في الفيديو ده هعمل لكم نموذج الفنجان الصغير ده اكنه هو ال يعني زي ما تقولوا الشفشة اللي هعمل فيه اللبن، او هعمل لكم في دي هبخر لكم فيها اللبن من غير الكنكة اللي هي الاستانلس النهاردة. بصوا يا جماعة انا مش عارف ازاي هورزيكوا عصاية التبخير دي تدخل هنا وانا المفروض ماسكها بايد وبصور لكم في الايد التانية، فهو الحل ان انا احاول اصورها لكم يا جماعة وتشوفوا المية تدريجيا بتبقى عاملة ازاي، قصدي اللبن تدريجيا بيبقى عامل ازاي مع التبخير. بصوا يا جماعة ده تبخير اهو، تبخير قدام عينيكم. ادي اول تبخير، فاكرين طبعا شوية اللبن كانوا قد ايه. بصوا يا جماعة بوسع نفسي كده يا جماعة، أنا بس كله مقيد بيكو عشان الفيديو. شو بقى يا جماعة قدامكم وانا بضيف الاسبريسو على الفوم الحليب بالفوم ده عشان اعمل لاتيه، واللاتيه طبعا مليون الف نوع. بصوا يا جماعة بصوا يا جماعة استأذنكم اظبطه شوية وارجع لكم تاني. ببخر كمية لبن كمان اهو عشان اوريكم كوباية كمان. اوعى توصل لدرجة الغليان عشان اللبن ما يبص معاك. واللبن يا جماعة نسيت اقول لكم لازم يكون مسلك طالع من التلاجة، ما ناخدوش لبن سخن، اللبن اللي بنشتغلوا بيه للتبخير يكون لبن طالع من التلاجة.
بص يا جماعة، ببخر تاني اهو، والتبخيرة دي ببقى ضايف معلقة سكر او نص معلقة سكر. بدي يا جماعة أول كافي لاتيه. أنا طبعا بعتذر لكم إن هو مش معمول بجودة أوي، عشان أنا إيه يعني الكوباية حتى سايبها تعمل كده وكده، بس أنا بوريكم. ده جهاز الديلونج اللي استعرضناه مع بعض، اللي عبارة عن جزء ماكينة كوفي ماشين، أمريكان كوفي ماشين، ده أمريكان كوفي، والاسبريسو العظيم بتاعنا ده، والتبخير اللي معاه اللي هو بيعمل لنا اللاتيه والكابتشينو. واتمنى انكم تشتركوا في القناة وتشوفوا المراجعات بتاعت ماكينات القهوة التانية، ولو عايزيني ماكينات معينة اجيبها واعمل لكم ليها عروض تحت امركم يا جماعة. ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة، والف هنا وشفا ليكم يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للديلونج يا جماعة، اللي هي الجديدة اللي صورتها لكم في الفيديو بتاع 1/12 ده، تمام. طبعا غير الضمان ده، بس الملحق بتاع السنجل شوت اللي انا مش يعني غالبا لا استعمله يعني الا كل فين وفين، عشان اما بعمل احجام صغيرة قوي يعني، تمام. ده الضمان بتاع الجهاز، وعلى فكرة تاريخ التصنيع تخلوا بالكم منه. يعني انا مثلا عندي تاريخ التصنيع بتاع الجهاز، شوفوا 22/11/2018، وقالوا لي حتى لو كان من تاريخ 11/2016، لكن الموديل ده يا جماعة اللي هو BCO421S، في 422S بقى اللي بيبقى معاه فلتر مية وبيبقى معاه حاجات تانية، بس غالبا احنا يا جماعة ولازم يعني مش غالبا ان احنا نحط مية وفلترة. هنا يا جماعة التسخين بتاع الكوبايات من فوق، هنا يا جماعة الخزان بتاع المية، هنا يا جماعة الامريكان كوفي اللي موجودة في اليمين، اللي انا ما استعنتش مع احترامي لحضراتكم يعني ان انا اقدم لكم شرح ليها. لو حد عايزني اقدم شرحها انا يكلمني في التعليقات وانا تحت امركم، اكيد هنعملوا عليها ريفيو طبعا. اما هنا بالنسبة للكومبي اسبريسو ماشين، واحد فلتر هولدر فور واحد او اتنين كاب، اللي هو رقم واحد يا جماعة،
اللي هو العصاية، تمام. 2 كابتشينو سيستم، 2 اللي هو التبخير بتاع اللبن ده سيستم الكابتشينو. اوتو شيفت اسبريسو سايت، معايا رقم 2 ريموفابل ووتر كونتينر، كونتينر المايه اللي قلنا عليه، ماشي. دريب سايد ووتر فلتر، في فلتر رقم 6 اللي هو ورا ده، ده حاجة زي كارتش كده في فلاتر صغيرة، بس غالبا هما مبيكوش مع الجهاز، بتبقى الحاجة دي اوبشنال في الموديلات العالية. لكن ده الموديل المتعارف عليه يا جماعة في الديلونجي، الموديل اللي اتكلمنا عليه ده يا جماعة. الجزء بتاع الامريكان كوفي اللي هو ببساطة اهو بيتفتح من هنا، لو الفلتر اللي هيتحط فيه القهوة، وهنا كلمة ووتر اهي لو ركزنا اهي يا جماعة، كلمة ووتر مكتوبة، ده مكان المية، المية بتتحط هنا. ده بيعمل لك لحد 10 اكواب، 10 فناجيل بالظبط، والبن بيتحط في الفلتر ده، والفلتر ده بيتشال ويتحط. وببساطة جدا بتشتغل بضغطة واحدة على الزرار ده، ضغطة واحدة بس على الزرار ده بيشتغل الكوفي ماشين، كوفي ماشين الامريكان، الامريكان كوفي بقى، مش الاسبريسو، مش الوحدة التانية. هنا ده مؤشر، بجيب ال10 وضعيات للكوبايات، مش مقسمينها 10، لا هم مقسمينها كوبايتي 4 كوبايات اللي هو الحد الادنى اهو يا جماعة، مينيموم 4، بعديها 6، بعديها 8، بعديها اللي هو ماكس 10 كوبايات، تمام. وهنا الامريكان كوفي بينزل من هنا على وده يا جماعة على فكرة سخان عشان يخلي ده معظم ما هو موجود هنا، وفي الامريكان كوفي بيخليه دايما سخن، خليكم معايا. بصوا يا جماعة هنا نظام الايكو اللي هو موفر للكهرباء، اللي هو بيقفل الكهرباء اوتوماتيكيا، لان المكنة بتاعتنا هنا 1200 و 1300 واط كمان، يعني استهلاك كهرباء عالي جدا، فهي بتعمل اوتو اوف، يعني بتعمل ايقاف تلقائي، اول ما نسيبها السخان بتاعها شغال بدون استخدام ازيد من اقل من 3 دقايق بالظبط. وده طبعا النظام بتاع الكابتشينو اللي احنا قلنا عليه، نظام التبخير اللي شرحناه، وده الدراع، وبيسرق بيشرح السنجل شوت والدبل شوت والفلاتر بتاعة القهوة اللي هي الكبسولات، تمام. بتمنى يا رب ان يكون الفيديو ده نظام الامريكان كوفي اهي، لسه موريكم انا الووتر بتنضخ المية، يعني ما كان مكتوب هنا هناك على الطبيعة على الماكينة كلمة ووتر، تمام. ده الامريكان كوفي اهو في الصورة الكبيرة، ده الامريكان كوفي، وجنبيه السبريسو ونظام التبخير. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تبخلوش عليا بالاشتراك، دعم القناة، مشاركة الفيديوهات، اي تعليقات من عندك. بعد ما عبينا الدراع، جهزنا دراع الكابتشينو، وبتجيبوا حاجة بس تكون بعويطة كده عشان الطرطشة بتاعت الدراع اللي بيجيب الستيم، البخار لما نعوزه من هنا سواء في المكنة دي او في غيرها بيبقى فينا الرمز بتاع البخار. طبعا بتستنوا الماكينة، في ماكينات صوتها بقى ايه، صوت أكنها بتحارب يا جماعة، إن الماكينة أظنكم سامعين الصوت تقريبا شبه صوت الكتل تقريبا. أنا دلوقتي عايز نعمل كوباية السبريسو، ونعمل كمان شوية السبريسو، ونعمل بيهم مج كابتشينو. طبعا أنا مليت المكان ده، مكان الشوتس ده اللي بيتحط فيه زي ما تقولوا كده، يعني بالبلدي معلقة بيتحط فيها كمية الاسبريسو اللي احنا عايزينها. طبعا بيكون بن، يا اما بن مطحون يا اما بن مش مطحون حتى، بس مش كل الماكينات بتقبل اللي مش مطحون. طبعا فكرة ماكينة القهوة هي ماكينة الاسبريسو غير ماكينة النسكافيه خالص.
هو تنقيط القهوة ده هو لب الموضوع كله يا جماعة. القهوة بتنزل بالتبخير، هو ده بقى اللي يعمل لنا الاسبريسو. ساعات بتنزل فوم زي ما انتوا شايفين كده، انا بس مش عايز اوسخ المكنة، لو كده كنت طلعت وريه. ادي طبقة فوم بدأت تبان يا جماعة، ده الاسبريسو العادي خالص، لسه ما عملناش كابتشينو يا جماعة. وغالبا دراع الكابتشينو مش هينفع نصور وانا بنشتغل بيه يا جماعة، لان هو بيبقى يعني بيعوز ايه، بيعوز تركيز شوية. تمسكوا بقى حاجة زي الكنكة التانية دي وتحطوا فيها اللبن وتجيبوا على التبخير وتستنوا لما تبخروا للرغوة اللي انتوا عايزينها وهكذا يعني. كده دول تقريبا الكمية اللي انا عايزها، كده كويس جدا. افصل، ادخلوا بقى على مرحلة البخار يا جماعة. شايفين يا جماعة البخار أول ما بيبدأ، ده التبخير اللي المفروض هيعمل معانا الكابتشينو، الرغوة بتاعت الكابتشينو من خلال تبخير اللبن يا جماعة، خلال تبخير اللبن. طبعا الماكينة لو على إنها تعمل لها شرح كامل دي هتحتاج مننا كتير بصراحة، لكن هي اللي عايز برضو يبقى عنده فكرة خفيفة كده. عايز بقى أبدأ أعمل الرغوة، ربنا يستر وتطلع حلوة. استأذنكم يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعة؟ طبعا ده فيديو بقالي شهور يمكن ما عملت لكم فيديوهات، النهاردة جاي لكم بحاجة جديدة يا جماعة. الحاجة دي دلوقتي طبعا على سوق .com وعلى المواقع بتاعت المشتريات وحتى في الهايبر ماركت وفي في الاماكن. الحاجة دي دلوقتي بقت عليها اقبال غريب الشكل وبدأت تدخل العالم بتاعنا واحدة واحدة كده يا جماعة. لما بنتكلم عن الكوفي ماشين، لما بنتكلم عن الكوفي ماشين يا جماعة برضو بنحط في اعتبارنا اكتر من حاجة. طبعا انا النهاردة هعمل لكم استعراض للفاجور دي، دي اسمها كول بوب، دي عبارة عن كوفي ماشين. الكوفي ماشين